ننطلق معكم في تقديم فقرات برنامجنا العالم هذا الصباح. منتدى الشباب العربي لطلبة الجامعات والمدارس والذي يأتي ضمن فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي 2007 حقق هذا الإنجاز. نعم، المنتدى شهد ورش عمل متنوعة قدمت لنا شباب عربي واعي ومثقف ويرنو لآفاق أبعد للنهوض ببلدانهم في مختلف المجالات. مسك بهذا التجمع العربي الكبير للطاقة الشابة على أرض الصداقة والسلام، فمنتدى الشباب العربي لطلبة الجامعات والمدارس والذي شهد مشاركة 12 دولة عربية ترجم عنوان الوسطية والحوار والإنسانية. أعتقد اليوم نحن فخورين بهذه الثروة الشبابية، ثروة شبابنا اليوم على المستوى الوطني العربي، المجتمعات اليافعة التي تعول الكثير على شبابها. واليوم هذه وضعنا بعض المهارات والأساليب اللي ممكن يستخدمونها الشباب، ولهم دور ومسؤولية أيضا في غرس مثل هذه المفاهيم داخل مجتمعاتهم. خرجنا ب 12 مبادرة شبابية من وفود العربية، طبعا حرصنا بهذا المنتدى على أن الشباب يكون لهم دور فاعل ويكونون شريك في هالمنتدى هذا من خلال أنهم يعرضون مبادراتهم. وعندما نتحدث عن الإبداع والإتقان لابد أن نكون على قدر هذه المعاني، وبالفعل أبدع الشباب العربي بجيل سيصنع المستقبل بأفكاره وأطروحاته ومنطلقاته الإيجابية، استقوا المعرفة وقرروا المضي قدما للنهوض ببلدانهم. نحن شباب اليوم وقادة المستقبل، فإن لم يكونوا قادة المستقبل مثقفين فسلام عليهم. كلمة المساء في هذا البلد ألغيت من قواميسها جميعاً، فالصباح أنتم، والصباح الأمير، والصباح البلد، وصباح كل هذه الجماهير الطيبة التي موجودة. همة عالية وطموح يعانق الإنجاز في العمل، شباب عربي مبادر وجد مظلة آمنة تنير لهم الدرب للارتقاء بعلمهم. واليوم وزارة الدولة لشؤون الشباب استطاعت أن تقدم الكثير من القيم والمهارات بهذا المنتدى للشباب العربي. راد الشمري، تلفزيون دولة الكويت.